عقد اليوم كل من حزب التقدم الاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لقاء تشاوري مع المنظمات النسائية الديمقراطية الوطنية في بهدف إفراز صياغ مشتركة ومقاربات متينة في موضوع المقترحات المرتبطة بإصلاح جذري أو مراجعة جذرية لمدونة الأسرة. والواقع أننا نهدف من خلال ذلك إلى التأثير الفاعل والفعلي في الصياغة النهائية لهذا النص الذي يمثل فضاء أساسيا ليس فقط لتمتين أواصر الأسرة المغربية، لكن كذلك للسير قدما في اتجاه المساواة المطلقة والكاملة بين المرأة والرجل على مستوى الحقوق والواجبات. وسجلنا في هذا الإطار تلاقي قوي للمواقف بين مختلف المنظمات الحاضرة مع طبعا حزبي الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم الاشتراكي. هذه جلسة للإنصات، جلسة الأخيرة للإنصات بعد إحالة أو بعد اختتام الحوار ديال اللجنة الملكية فيما يتعلق بمدونة الأسرة. حنا كذلك حزبين اللي تابعنا هذا الحوار، تابعنا هذا النقاش، تابعنا على من خلال المجتمع ولا من خلال الجمعيات الحركة المدنية الاجتماعية. حان الوقت باش الأحزاب تعبر على موقفها علانية، ولذلك آثرنا أن تكون هذه الجلسة الإنصات اللي غنعبروا فيها بعدها على مواقفنا، وهي مواقف منفتحة على كل التقدميين والديمقراطيين واليساريين، كل حركة الحقوقية والمدنية، من أجل دعم هذا التوجه ديال تطوير المدونة وإخراجها من الوضعية المحافظة للممارسة ما خلاتش تستمر حقيقة الطفرة اللي حدثت بإحداث هذه المدونة. اليوم حان الوقت لكي تلائم، لكي تعيش مدونتنا أن تعيش عصرها. Thank you.